انا راجل ومعايا ست ستات. راجل ست ستات، ما انا راجل ومعايا ست ستات. انا هشرب شاي. تشرب يالا؟ لا انا بحبش الشاي، انا هشرب شاي. انا غلطان، انا سالتك اسعداوي كوبايه شاي ليه يالا؟ ايه ده يا استاذ دولا، انا مش هشرب شاي. هبقى احكي لك على طعمه ما تقلقش. سعداوي الشاي يا ابني. معلش يا استاذ عادل، مش وقته. وايه اللي مش وقته؟ هو الشاي كمان بقى بمواعيد ولا ايه؟ انت مش شايف يا باشا، انت مش شايفني في ايدي طريح التعليق 200 صوره لسلكاوي بيه عضو مجلس الشعب عند دائرتنا الموقره المربعه؟ يا سلام، السلكاوي اخيرا ظهر بعد 5 سنين، جاي يظهر دلوقتي. ويا ريته عمل لنا حاجه في الخمس سنين. انا مكلمه بقالي 4 سنين على شغلانه ولا عمل حاجه. تخيل ايه اللي حصل. اللي حصل طبعا ان انت بقيت رئيس العاطلين اللي في القهوه هنا. بس دي غلطتنا يا اخواننا. ازاي؟ انا هقول لكم ازاي. احنا يا رجاله كان المفروض نحكم عقلنا، عارفين ليه؟ ليه؟ عشان كان لازم نبقى رجاله ونقف وقفه رجاله. لا مش كده، ده احنا عشان لازم نبقى رجاله ونقف وقفه رجاله. يا لهيم بس يا لهيم، انا غلطان ان انا جبتك معايا، انا هنا بس ابو سويلم. طب والحل ايه يا ابو سويلم؟ الحل يا جماعه زي ما قال المليجي، ان احنا لازم نقف وقفه رجاله وننتخب الراجل اللي هيفيدنا. ننتخب حسن شحاته. طب ما ننتخب حسام حسن برضو يعني. وبعدين حسن شحاته مش تبع دايرتنا يا جماعه. نجيبه لدايرتنا يا عم. نجيبه دايرتنا ايه بس يا عم؟ الراجل وراه بطولات ورا بعض ما شاء الله، سيبه مركز هو في الكوره. خلاص احنا نختار واحد مننا يكون حاسس بينا وبمشاكلنا. انا. بس يا سعداوي واضح ان البطاله عامله معاك شغل كويس قوي، ويبقى همه على المصلحه العامه مش الخاصه. انا. بس يا سعداوي برافو عليك، ده انت بتقول درر. ايه رايك ما ترشح نفسك انت يا استاذ عادل؟ قلت ايه؟ انا ايه ده، ارشح نفسي انا؟ معقوله؟ تنتخبوا مين؟ دولا. وحبيبكم مين؟ دولا. طب دولا مين؟ دولا. يا جماعه احنا عايزين نركز في المرحله الجايه ان شاء الله. ان انا طبعا اكيد عايز اخدمكم واكيد عايز اساعدكم، بس لازم كلكم تبقوا واقفين معايا. ايه؟ هتدلعنا؟ هندلعك. هات انسانه هنخلعك. هتدلعنا؟ هندلعك. هات انسانه هنخلعك. يعني وانا هرفضك. ما حدش يكتب يا جماعه في اللجنه دولا اسم عادل سعيد، ها؟ مش ما حدش ينسى يعني. تشرب يا ست النايم. نايم اشرب اي حاجه على حساب الشعب. على حساب الشعب؟ طب وانا لما اجي احاسب مين؟ حاسب بقى نجمه ست ستات شباك. وانت قلت لهم ايه بقى يا سي اوباما؟ وافقت انك ترشح نفسك فعلا؟ يا سناء لو الشعب ناداني استحاله ان انا اتخلى عنه. انا مؤمن بمبدا بيقول ان خفت ما تقولش، وان قلت اتكل على الله. يا ابني يا حبيبي، لعبه الانتخابات دي لعبه مش سهله، وانت مش قدها، انت لسه عظمك طري. يا ماما اللي عظمه طري بكره ينشف. عادل انا سعيده جدا ان جوز بنتي بقى عضوات في مجلس الشعب، يعني عندك حصانه وعندك لازمه في المجتمع الشعبي. انا عندي لازمه في المجتمع عموما، المشكله بقى في الناس اللي ما عندهمش لازمه في الشقه مش في المجتمع. وقبل ما ترشح نفسك يا موكوس، فكرت الرمز بتاعك هيبقى ايه؟ طبعا فكرت. تفتكروا انتوا بقى اخترت الرمز ايه؟ ايه؟ اقول لك انا بقى، اكيد رمز السمكة صح؟ سمكة ايه وزفارة ايه وقشر بقى وشوك وبتاع؟ لا 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 لا، اكيد يا بابا رمز السلم علشان تطلع سلم النجاح. لا سلم النجاح ايه يا ياسمين يا حبيبتي؟ برافو عليك ان انت فكرتي كده، بس في اسانسير اسرع دلوقتي. انا هقول لك،
يبقى اخترت رمز الوردة. تخيل رومانتي وردة ايه؟ شايفانا في الفالنتاين. طب انت فاهمك انت عبيطة. بس 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 انت كده وشك لاطش معايا على رمز المسدس. مسدس يقول ما ينتخبنيش يلبس قميص واقي. يا ابي ما تقول لنا بقى، انت حيرتنا معاك. انا اخترت رمز غريب جدا بس ليه علاقة بكل حاجة جميلة جدا. اخترت رمز الساندويتش. ساندويتش؟ طول عمرك جعان وطفل. اوعى يا عادل يكون جات لك عودة من المطعمات. لا لا ما تقلقيش، رمز الساندويتش انا اخترته مخصوص لسبب بسيط جدا. الناس كلها بتجري على ايه؟ على لقمة عيشها. حلو، انا بقى لقمة عيشها دي احط لهم فيها غموز. يا اهلا يا اهلا بسيادة النائب. يا اهلا. لا داعي للزغاريت. ها ايه الاخبار؟ كله تمام يا استاذ دوله. الهتيفه موجوده لزوم الشغل، والخطاط موجود لزوم الدعايه. تحب اجيب لك بقى شايف الرزقه لزوم المحبه؟ لا ملوش لزوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حنجور الظلم هتيف شبرا الاول وسبب رئيسي في نجاح سلكاوي بيه في الانتخابات. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. طب افهم من كده يعني ان انت دلوقتي مع السلكاوي ولا ينفع تبقى معايا ولا انت شغال على الونجين يعني؟ انا مع اكل عيش يا استاذ. بقول لك بقى يا استاذ دوله، اقدم لك بهجه احسن خطاط فيك يا مصر واحسن وارفع خطاط فيك يا مصر. فعلا ارفع واحد ده اكيد وزن الريشه يعني. انا صحيح وزني خفيف لكن شغلي لطيف، ممكن اي حاجه في الرغيف. ايه ده وكمان شاعر لطيف وخفيف؟ يا سلام. عموما اللوحات باينه. انا يا سيدي انت داخل على معركه انتخابيه كبيره جدا ومحتاج وجهه اكبر. وجهه ازاي حضرتك يعني؟ انت محتاج 2 هتيفه معايا من باب الدعايه و2 بوديجارد من باب الاحتياط وشويه اكراميات توزع على الناس من باب الزور. بالنسبه للاكراميات انا هوزع على الناس ان شاء الله يعني بعض من السندوتشات يعني. ده من باب ايه؟ ده يا سيدي من باب المطعم. قول لي يا سياده حضره استاذ النايب، تحب لوحك تبقى بالخط الفارسي ولا بالخط الكوفي ولا بخط جرينتش؟ قول قول وما تتكسفش. انت ايه رايك؟ انا رايي يبقى خط المرجح الوين، خط جديد كده ولا لا 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 ده متطرف وبعيد، احنا نكتبه بخط الثلث. خط الثلث عشان لو نجحت ابقى نجحت بالثلث. انا عموما يعني مش عارف لسه حكايه الثلث دي. انت ليك في النسخ؟ ليه في النسخ؟ النسخ ده لعبتي وهوايتي وغيتي. مش النسخ ده اللي السين فيه شرطه؟ السين شرطه. لا بص خلينا في الرقعه ان شاء الله. ها يلا نتكل على الله وهديكوا بقى ايه كل الكلام اللي هيكتب على اللوحه. على فكره انا اللي هكتب كل الكلام، انا اللي هالفه يعني واديهولك وانت تكتبه على اللوحه على طول. خلاص ماشي ما دام هو من تاليفك. مفيش سندوتش البيفي بتاعي؟ سندوتش برضو عينيك في الاكل يعني. طب خلاص خلاص قولي 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 يا سياده النائب هتكتب ايه؟ يلا. هو الراجل المنافس ليا السلكاوي ده رمزه ايه؟ التليفون. التليفون. لا تقول لي تليفون ولا سويتش. خش علم على رمز الساندويتش. الله 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 يا استاذ. امير شعراء المجلس. انت امير شعراء المجلس. انا عايزك تجهز الندوه بكره. ومن اولها هيتقل علينا. ماشي. السلام عليكم. بس عادل انزل للناس كوكتيل؟ لا 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 كوكتيل ايه؟ اللي هينتخبني عشان هشربه كوكتيل انا مش عايزه يا سيدي. لا اما الناس تنتخبني لشخص لا اما بلاش. طب ولو شاي حتى يا استاذ عادل؟ ماشي يا سيدي طقم شاي للناس بس يعني ايه عدهم كويس عشان اعد وراك. ها امرك يا باشا. وعندك طقم شاي للكل على حساب سياده النايم. اهو جه يا اولاد اهو جه يا اولاد يا اولاد يا عم. وانا داخل عليك بفانوس ايه اللي اوجيه يا اولاد؟ ايه ده؟ طب اسمع دي. السندوتش يا بلاش حاجه غير ما تشبعناش. السندوتش يا بلاش حاجه غير ما تشبعناش. هلا الله ينور عليك. انا احب الناس اللي تبتكر وتقول اضافات كده. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مرحب بيكم كلكم ومتشكر يا جماعه لثقتكم فيا ان شاء الله. وحان الآن موعد الطلبات. حد ليه أي طلبات؟ ابني شوف لك حل في ارتفاع الأسعار ده. ده حتى السكر مش ثابت على سعر. مساسس؟ إيه بيقول إيه؟ هو تقريبا بيقول لك شوف لك حل في ارتفاع الأسعار لأن السكر مش ثابت على سعر. السكر برضو. أنا عارف إن في أزمة في السكر لكن دي ما أقدرش أشوف لها حل الصراحة. في حد عنده أي أسئلة تانية؟ يا ريت كمان ترحمونا من توابير العيش. توابير العيش؟ برغم يا جماعة إن توابير العيش دي بتعتبر شكل حضاري للمجتمع عشان العالم كله يعرف قد إيه إن إحنا منظمين وعندنا توابير، لكن أنا هنادي إن كشك العيش بدل ما يبقى له شباك واحد
يبقى له 4 شبابيك من ال4 جناب. هي دي الافكار يا كبير يا مخلصنا من الطوابير. هي دي الافكار يا كبير يا مخلصنا من الطوابير. حد عنده اي حاجه تاني؟ انا عندي. وريت بقى تتكلم عن ارتفاع اسعار السندوتشات عشان بقت مولعه نار. سندوتشات؟ لا ما حدش يدعى بالسندوتشات. انا بقول لك اهو، انت عايز تخرب بيتنا ولا ايه يا عم؟ عايز اكلم سياده النائب. بقول لك ايه، انا مشكلتي ان انا اللي ماليش بطاقه انتخابيه، يعني ماليش صوت. كاف صوت كومبارس صامت. نفسي بقى ابقى كاف ميم كومبارس متكلم. طب ما انت مالكش بطاقه انتخابيه، هنعمل ايه؟ بقول لك انا سعداوي. بقول لك ايه، الراجل ده حاسبه عشان اللي هينزل له ده مالوش صوت. يعني كمان مش هتكلم، هفضل صامت. وهعمل لك ايه يعني؟ الانتخاب بالبطاقه بالصوت لازم يبقى لك صوت. هتروح ايه تشاور لهم يعني؟ ما ينفعش. انا بقى راجل زملكاوي، ويا ريت تشوف لنا حل في مشكله الحكام. يا ناس احنا بنتظلم والله. طب يا جماعه، انا باذن الله تحت القبه ان شاء الله هطالب ان يبقى في حكام دارسين وفاهمين كل حاجه، زي ما في احتراف في اللعيبه لازم يبقى في احتراف في الحكام. وبعدين هطالب تحت القبه انهم يشيلوا السماعات، لان السماعات دي هي اللي لبخاهم يا جماعه. ايوه صح عادل، هم يا باشا خايفين لا تاخدنا على هوانا لغايه ما تنجح وتاخد الحصانه وبعد كده تبعد وتنسانا. الله الله يا سعداوي، وانت بتقول شعر يا غور. يلا غور، يلا غور. يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا بجد. انا اوعدكم، انتوا انتخبتوني، اوعدكم ان انا تحت القبه هحقق لكم كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. لولا 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 لولا. يا سلكاوي بيه، انت لازم تيجي تشوف لك حل مع الراجل ده. الراجل كلب يقول الناس كلها حلاوه. صدقني انا كمان قربت انتخبه. وانت حر، لازم تيجي تقعد معاه وتشوف لك معاه سرفه. وانت حر بقى. سلام. ازيك يا استاذ عادل؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا استاذ سلكاوي؟ انت ايه حكايتك بالظبط بقى؟ انت اللي ايه حكايتك؟ انت اللي كلمتني في التليفون وقلت عايز تقابلني في المكان والميعاد اللي انا حددهم. حضرتك جبت نمره التليفون منين؟ انت بقيت راجل مشهور دلوقتي ونمرتك مع كل اهل الدايره اللي اكيد بيتصلوا عليك. لا والله بيرنوا لي بس، وانا اللي بضطر بقى اكلمهم. وبعدين يعني مش عايز افتح عليهم بس بضطر اكلمهم. اسر الكلام ما قل ودل. انت ليك عندي عرض واكيد هيعجبك. عرض ايه؟ قول العرض اللي عندك. لو ما عجبنيش وريني عرض كتافك. ايه رايك بقى تسيبك من الدور اللي انت ماشي فيه ده وتيجي تشتغل معايا مدير اعمالي؟ يا سلام، اكتشفت دلوقتي ان انا احسن واحد ينفع يبقى مدير اعمالك. بصراحه انا عجبني كلامك واقناعك للناس. انا شغالك عندي ب5000 جنيه في الشهر. ها نمضي العقد؟ لا يا استاذ، انا ماضي عقد مع اهل دايرتي. واضح كده انك هتتعبني. بقول لك ايه، طب ايه رايك بقى تسيبك من الموضوع ده خالص وهديك 50,000 جنيه؟ ايه؟ لا يا استاذ سلكاوي، انا لا يمكن افكر بالطريقه دي. 100,000 جنيه. خلاص انا فكرت. يعني موافق؟ لا طبعا يا استاذ موافق. ايه؟ انا لا يمكن اخذل اهل دايرتي. اهل دايرتك ايه؟ انت متخيل نفسك ايه؟ انك هتنجح؟ الايام بيننا. يا سلام، وعارفها باللغه العربيه اسمها الايام بيننا. سندوتشاتك زي الفل يا سياده النائب. طبعا دي سندوتشات رجل المبادئ. ها شفت يالا؟ شفت يالا حكايه النائب دي حلوه قوي. يالا بتكسب كويس جدا. سبحان الله يا استاذ دوله، من ساعه لما رشحت نفسك وناس كتير قوي عماله تشتري وزي الفل. يا ريتني رشحت نفسي من زمان يا ميزو. واللي انا بقى مستغرب له ان الناس كتير قوي بتحترمك وبتثق فيك. يا ابن الناس كلها بتحترمني، انت طبعا اللي صعبان عليك نفسك عشان مفيش معزه حتى بتحترمني. طب يا ترى بقى العيب فيا ولا فيه؟ لا العيب فيا انا، ان انا شغلتك عندي في المطعم اساسا. سيبك منه يا سياده النائب، مش فاهمه الواد ده اصلا. اتفضل سيادتكم. اتفضل. ايه دي استقالتك دي يا لهيمه ولا ايه؟ لا حضرتك، دي الطلب عشان كنت عايز شقه في اي حته، ان شاء الله في ليبيا. وانا اقول لك ان شاء الله في ليبيا. شقتي يا ابني؟ مش اما اجيب شقه لنفسي الاول؟ وبعدين انا هحقق طلبات الناس بصوره عامه مش بصوره خاصه. انت عمه؟ عمه وخاله كمان، بس الاقي شقه. طب اتكل على الله. شوف شغلكم. اهلا اهلا، ازيك يا حنجوري؟ اتفضل 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 اتفضل. ايه انا خير. جاي لك برساله. رساله؟ طب ما بعتهاش على الموبايل ليه؟ لا دي رساله لازم ابلغها لك بنفسي. سلكاوي بيه اعلن رايه التحدي وبيدعوك لعقد مؤتمر قمة شعبي بينك وبينه قدام الناس. مؤتمر شعبي والناس حضرها، دي مناظرة بقى. ماشي، هو الخسران عم اسمه ايه بتاعك ده سلكاوي ده، وهوري له بقى عادل سعيد هيعمل فيه ايه في المؤتمر ده. طيب ايدك بقى على 200 جنيه زوم المؤتمر. 200 جنيه ليه؟ انا مش لسه مديك 500 جنيه يا عم. ما كانش المؤتمر ده في الحسبة. ماشي، طب انت هتبقى معايا ولا معايا بقى في المؤتمر ده؟ انا مع اكل عيش يا باشا. طبعا، ما انت راس مالك هو صوتك.
وراك 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 مطرح ما تروح وراك. ايه وراك وراك وراك؟ هو انتوا هتشجعوني ولا تراقبوني؟ كده كده هنقول يا عيني عينك، معقوله هنا عليك الشاي واليانسون اللي انا طفحتهم لك؟ شوف يا ست النايب. ايوه مش قصدي، انا قصدي جو الشاي وبين عيش وتفل اللي انت عامله لنا ده ما ياكلش معايا، واديك شايف اهو انا لا ضد حد ولا مع حد. يا سعداوي نزل لكل الناس كوكتيل على حسابي. وانا سعداوي اعمل حسابي في الكوكتيل وكتر الموز. ولا 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 يهبل يهبل، ده كوكتيل منافس يهبل. انا نفسي في الكوكتيل يا استاذ زوله. ما انا كمان نفسي فيه، بس اصبر اصبر اصبر. شوفوا اخوانا، احنا دلوقتي معانا الاثنين مرشحين بتوع الدايره دي، عايزين كل واحد فيهم يشرح برنامجه الانتخابي ويشوف حيفيد اهل دايرته بايه. يا اهل دايرتي الكرام، يا اهل دايرتي الكرام، انا دلوقتي بقيت خبره في المجلس مش ابن امبارح، وليا معارف ونفوذي وفلوسي اللي هتخدمكم على طول. سلكاوي بيا ابو قلب حنون، كله يعلم على التليفون. سلكاوي بيا ابو قلب حنون، كله يعلم على التليفون. يا اهل دايرتي، يا اهل دايرتي الكرام، يا اهل دايرتي الكرام، التليفون بتاعه فاصل شحن اساسا. الاستاذ سلكاوي كان فين من يوم ما انتخبناه؟ بقى لنا 5 سنين وبنتفرج على كل البرامج اللي بتيجي من مجلس الشعب، عمرنا ما شفناه، لدرجه ان انا شكيت ان هو ممكن يكون في مجلس الشعب بتاع موزمبيق. انا تليفوني بايظ. طب ايه رايك بقى اللي هيخش يعلم على التليفون وهو خارج هياخد كارت شحن ب 50 جنيه مجانا؟ سلكاوي بقى اسم الله عليك. سلكاوي بقى اسم الله عليك. ماشي، وانا برضه يا جماعه اللي هيخش يعلم على رمز السندوتش بتاعي وهو خارج هديله سندوتش فول زيت حار. زيت حار زيت حار. عادل بيه ربنا يخليه. انت بتشجع من غير نفسي كده ليه يا عم؟ وكمان يا اهل دايرتي الكرام، معرض الادوات المنزليه بتاعي تحت امركم، خدوا منه اللي انتوا عاوزينه وبالتقسيط المريح جدا جدا جدا. يا جماعه لا ما تصدقوهوش ما تصدقوهوش، لانه بعد ما ينجح هيجي حسابكم على اللي انتوا خدتوه، وهيبقى مضيكوا على شيكات على بياض هيقدمها في المحكمه وياخد عليكم احكام. مش بس كده يا استاذ دوله، ده بعد ما ينجح هيرفع لهم قضايا بالشيكات. ما قلتلناش يعني يا استاذ دوله هتقدم ايه للناس؟ ايه برنامجك الانتخابي؟ انا ان شاء الله برنامجي الانتخابي عباره عن ان انا بينكم يا جماعه، انا في وسطيكم، حاسس بهمومكم، حاسس بمشاكلكم، هقف معاكم، هساعدكم على اي حاجه هتضايقكم يا جماعه. وسطيكم يعني ايه؟ هي الناس ناقصه زحمه؟ بقول لكم يا جماعه انا هعمل لكم ملعب سكواش. انا بقى هعمل لكم ترابيزه شطرنج ان شاء الله، وهعلمكم عليها واخلي كمان الملك بروحين. وكمان لما انجح هدي لكل اسره شقه. بقول لك ايه، يعني ممكن لما تنجح تديني شقه انا كمان؟ انت بالذات لا. مش مش مش. طب يا اهل دايرتي، انا مش هقدر اوعدكم اي حاجه عشان الراجل ده غني، الله اعلم هو غني منين. ها، لكن اللي انا اقدر اقوله لكم ان انا في وسطيكم وعارف مشاكلكم وهساعدكم في وسط البرلمان وتحت القبه، هقول لكم على كل حاجه بتضايقكم واجيب لكم حلول ان شاء الله. قولوا رايا يا حبايب استاذ دوله هو النايب. قولوا رايا يا حبايب استاذ دوله هو النايب. شفت مش محتاجك، مش محتاج تشجيعك. برافو عليكم يا شباب. عايز حاجة؟ أنا خسرت المعركة لكن لسه ما خسرتش الحرب، والانتخابات بينا. يا سلام، هتعمل لي فيها ريتشارد كلب وأسد. قول ورايا يا حبايب أستاذ زولا هو النايب. قول ورايا يا حبايب أستاذ زولا هو النايب. قول ورايا يا حبايب أستاذ زولا هو النايب. يا رب ينصرك يا عادل يا ابني في الانتخابات يا رب. انت بتضربيني ليه؟ خدتيني يا ماما. زمان الفرز خلص والنتيجة طلعت، اتصلي بيه بقى. بصوا بقى، احنا بقى كلناتنا كده هون عملنا اللي علينا، صح ولا غلط؟ وخلينا كل اللي حوالينا يعملوا الانتخابات معانا كمان. ايوه، وابي عادل واثق من تشجيع الناس وحماسهم كمان لفكره الانتخاب. وفكره الانتخابي ده ان شاء الله بياكل عيش. يا عادل جه بابا. بابا طمنا يا بابا، عملت ايه في الانتخابات؟ بابا مش محتاج يتكلم ولا ينطق، خيبته باينه من تيشيرته. ايه يا عادل فين بدلتك؟ الله، وانت كنت في لجنه ولا كنت في الاتوبيس؟ ما تنطق.
ولا خدوا منك البدله وقطعوا لسانك؟ شطب بقى. الا ما تستني عليه شويه كده، واكيد تعبانين ومخدودان. قول لي يا حبيبي، ها نجحت في الانتخابات؟ انا سقطت انا سقطت انا سقطت. ولا يهمك يا حبيبي، وانت من امتى بتنجح؟ ربنا يطمنك يا ماما. وفين الندوات وتشجيع الناس والدعايه ولا لا 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 لا؟ الناس كلهم اتخلوا عنا يا سناء، لانهم لقوا السلكاوي بيبي يوزع كرتونه فيها بقى شويه مستلزمات زي سكر وزيت وشاي، وكمان معاهم بقى ايه كارت ميموري وكارت شحن كمان، فراحوا انتخبوه وسابوني. قصدك يعني انه دعم الناس بمستلزماتهم؟ يعني كارت الميموري من مستلزماتهم انت كمان؟ احنا شخصيا انتخبناك وعملنا كل اللي علينا. اه الحمد لله. انتوا كدابين. ليه بتقول كده؟ ليه؟ ايوه كدابين، لان اللي انتخبوني اربعه وانتوا خمسه. ايه ده؟ ايه ده؟ كرتونه دي مين اللي جابها هنا؟ دخل في جوازات بيعيش ويتمرمط مع واحدة بالذات، ويعيني على دولة اتدبس في دولة، أكيد لا دول مش مخلوقات. اتزل واتداين واتدب في قصار، حتفك مش باين دول ست ستات. طب والنعمة لو عنطر وبوسط كتسنطر، كان هيس وفيص مصدته انه راجل وست ستات. ما انا راجل ومعايا ست ستات، راجل وست ستات. ما انا راجل ومعايا ست ستات. راجل وست ستات. ما انا راجل.